شو صار اليوم من 8 الصبح لل8 المساء؟ هاد ضرب لحد الجواد. ركز جيش الاحتلال عدوانه على صور، ارتفعت حصيلة ضحايا استهداف حي الرمل ل7 شهداء و17 جريح على الأقل، أغلبهم من عائلة مسلمين. الظهر هدد الاحتلال 4 أحياء بالمدينة، وبعد 3 ساعات تقريباً استهدفها بأكثر من 7 غارات، دمرت مباني مثل ما هي. بقضاء صور كمان استشهد 3 أشخاص بغارة على بتولاي وشخصين بغارة على الرمادية. ببعلبك استشهد 6 أشخاص من عائلة عساف بمجزرة ضيعة بوداي، واستشهد 5 أشخاص بغارات على شمستار وبريتال وطريا. بالنبطية دمرت غارة جزء من حي السراي القديم واستشهد شخص. أعلنت وزارة الصحة حصيلة جديدة للعدوان، 2710 شهداء، 12592 جريح. عالجبهة قصف حزب الله شمال إسرائيل واستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي على الحدود، وضرب شركة للصناعات العسكرية بجنوب شرق عكا بمسيرة انقضاضية. بعيترون فخخ الجيش الإسرائيلي أحياء مثل ما هي، ونشر الجنود فيديوهات من قلب البلدة، بينما انتشرت فيديوهات لجيش الاحتلال عم ينقل 5 جنود انقتلوا أو انصابوا بعيترون باشتباكات مع حزب الله امبارح. سياسياً التقى وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب وزير الخارجية الإسباني ببرشلونة، وبعد اللقاء طلع الطرفين بيان مشترك أكد على ضرورة وقف إطلاق النار وتطبيق 1701. بلندن اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع البريطاني يلي أكد على وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني.